وهات أول لوحة هاب لو سمحت. أول لوحة؟ آه. هات أول لوحة. أيوة لو سمحت. أيوة لا لا لا. اللي بعدها. بعدها معلش. بصوا. بصوا. هي دي كانت البحيرة. هي دي. كانت قبل كده من 100 سنة مليون فدان. وزير ري صلاح. على مدى ال100 سنة تأكلت وناس يعني اللي حصل حصل وفضل ال250 ألف. ولو ما كناش انتبهنا من 4 سنين للحكاية دي وقلنا لا ولازم نستعيد هيبة الدولة والكلام ده لوزارة الداخلية وللقوات المسلحة ان السيطرة الكاملة على اي حاجة مش مظبوطة لا إجرام ولا إرهاب ولا بؤر مش عارف إيه ولا الكلام ده. لكن كان كده تعمل بؤر إرهاب، كده تعمل بؤر تطرف، كده تعمل إجرام ومخدرات وغيره. هات آخر صورة بقى اللي بعده. كمل كمل. لا لا اللي قبل دي اللي قبلها ده الحلم. ده الحلم حلمت بيه ليكوا يا مصريين من 4 سنين، مش بس للبحيرة المنزلة، لا لكل بحيرات مصر. والمفروض ان كينج ماريوت والتمساح اللي احنا خدها إيهاب كده على الماشي اتطهرت وجهزت وبقت كان فيها مخلفات تخلي الاسماك تبقى تقطع يعني والحياة المائية اللي فيها مش عارف ايه. هي ده الحلم لكام؟ ل250 ألف فدان. تساعدونا في المحافظات المحيطة بالبحيرة من بورسعيد لدمياط للداخلية. الداخلية مش كده؟ يساعدونا عشان نحن نعمل كده. بالمناسبة أنا بأكد تاني عشان أنا كنا قلنا الكلام ده وبنأكده، لا لا أحواض سمك في بحيرة المنزلة أو غيره. لا الكلام ده بقوله السيد وزير الزراعة هو بسمعني والسيد وزير الري. لا انت بتتكلم في كلام عمر ابدا. لو البحيرة دي اتعملت لها برنامج قوي لاستزراع السمك جواها وحافظنا على بتسموها السدة الشتوية بتاعتها ان ما بقاش فيها صيد وكده، لا دي هتبقى تطلع كمية سمك جيدة جدا لمصر وللتصدير على أجود مستوى. لأن احنا شلنا حاجتين، شلنا من البحيرة دي حاجتين. الحاجة الأولانية المصرف اللي كان بيرمي تقريبا 5 و6 مليار، جزء من الحكاية 6 مليار متر مية، 6 مليون في اليوم عليها صرف زراعي وصناعي وصحي. طب انا بكرر الكلام تاني ليه؟ عشان يعني عشان تطمنوا وعشان تفرحوا. تطمنوا وتفرحوا. اللي بيتعمل ده ما يتعملش والله العظيم، انا بحلف بالله. انتوا عارفين المبلغ اللي انا بقول لإيهاب عليه كده ايه؟ دول كانوا طالبين مني 30 مليار. قلت لهم هديكوا حق الوقود وتشتغلوا مش كده يا إيهاب؟ بس يا فندم سيادتك مدبر لنا معدات. حاضر. ما يعني هي دي يعني جبنا 20 كراكة وقلنا الطقم بتاعتهم والوقود، لكن بالتسعير العادي ده تكلف كتير. انت بتتكلم في 250 الف فدان عايز توصل في بعضهم ل 2 متر عمق وبعضهم متر وبعضهم اكتر من كده شويه كده. لكن في النهايه ان شاء الله لما جيت فكرت في الموضوع دوت وفكرنا ان احنا نعمله، كان كتير من الناس مش مصدقه ان احنا ممكن نوصل لكده. لا نحلم ونجري على حلمنا وربنا هيوفق، لانه اصلاح، لانه تعمير، لانه بناء، لانه تنميه، لان اصلاح في الارض مش افساد ولا تخريب ولا تدمير. تمام. احنا معادنا امتى بقى؟ التطهير يا فندم اخر شهر 6 والتكريك ده ان شاء الله 2022.
هنطلع نعمل مسح محمد، نعمل مسح بالطيارة على 250,000 فدان، لفيهم لفيهم مزرعة سمكية خالص، ولا فيهم هيش، كلها زي الأرض اللي بعد، أنا آسف، خط الكرك زي المية دي كده، 250,000 فدان زي كده كده، مش كده يا إيهاب؟ تمام. هنروح نبص عليها ونفرح كلنا. طب إخواننا اللي موجودين في الأهلية وفي بورسعيد وفي دمياط عايزين أحواض سمك، عندنا يا محمد شرب، عندنا إيه يا فندم؟ مش بقول لك تعالى أعمل لك حوض، لا، تعالى خش الأحواض أهي، لكن هنا هيبقى صيد حر إن شاء الله.